هل تطور رأي الناخب إلى ما هو الأصلح عراقيا بدل الأصلح قوميا عشائريا مذهبيا؟ في الواقع يعني على الأقل إذا أخذنا الأمور منذ انتخابات 15/12/2005 وانتخابات 2010 و2014 قبل هذه الانتخابات، نشاهد تناقض لدى ما يمكن تسميته بفهم الناخب العراقي لمفهوم أو معنى الانتخاب الدقيق. التناقض يكمن في يعني رصد سلوكيات واضحة وسلوكيات فيها تملق الناخب للشارع وللمناطق قبل الانتخابات، وبعد ذلك لا يحصل أي الشارع لا يحصل على أي وعد من الوعود التي قطعوها. وعندما تتراكم هذه وتتكرر خلال هذه الدورات، فإن الشارع يجب أن لا نقول يفترض، ولكن يجب أن يقاطع هؤلاء السياسيين، ويقاطع الدستور الذي يحميهم، ويقاطع العملية السياسية، لأن النتائج تصب باتجاه السياسي وعضو البرلمان لما يحقق من منافع. وعلى الصعيد الواقع العراقي المواطن ليس هناك تربية ولا صحة ولا بيئة ولا تعليم. لكن لهذا الأستاذ وليدكم، أعتقد سألنا منذ قليل من بغداد الدكتور شمر يحاول تجربة حيدر عبادي، هل فعلا هذه التجربة برأيك تعتبر يعني تقدم شيء باتجاه منطق الدولة بدل منطق التجمعات الطائفية والميليشياوية؟ هل توافق على هذه النظرة؟ أبدا. يعني أنا لا أقصد السيد العبادي بشخصه أو السيد المالكي أو جعفري، ولكن في الواقع يعني ليس هناك قائد سياسي يستطيع أن يتحكم في توجيه العملية السياسية باتجاه وطني. والسبب في ذلك أنهم اختاروا، يعني هؤلاء السياسيون من كل الأطراف اختاروا واتفقوا على دستور، هذا الدستور يمنح كل الامتيازات للداخلين في العملية السياسية ويمنع كل المنافع عن الشعب العراقي. ولهذا يجب أن يكون رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان يتماهى في سلوكه وفي قناعاته مع الدستور. ودائما نقول بأن الخلل والخطر والمفرقعات والمتفجرات الأكثر في حياة العراقيين هي الدستور، لأن هؤلاء يحتمون به، وعندما يتناقض طموحهم مع ما كتبوه تكون الغام تنفجر عليهم أولا وأخيرا. ولا يمكن العبادي، قد العبادي أو غيره ربما في داخلهم بعض الرغبات لكي يظهروا على الأقل خلاف أو بصورة تختلف عن الذين سبقوهم، ولكن العملية السياسية مصممة على أن يكون هناك سرقات غير محدودة، انتهاكات غير محدودة. ولهذا تجد عشرات أو مئات الآلاف ما زالوا في السجون، لا أحد يسأل عنهم، وليس هناك قضايا، وليس هناك قضاء، جميع الأمور مفككة ومشتتة.